عايزك تبعت بعضا من الرسائل، اختار شخصيتين انت تبعت لهم رسائل وانا هقول لك على شخصيتين او ثلاث شخصيات تبعت لهم رسائل. اختار انت الاول شخصيتين. كابتن إيهاب جلال، كابتن إيهاب جلال، ربنا الله يرحمه عليك يا رب، و... عليه رحمة الله. وانت انا هفضل طول عمري فاكرك، نعم علشان انت واحد من الناس اللي اثرت فيها شخصيا، نعم وانت اكتر شخصيه انا اتعاملت معاها في حياتي محترم إيهاب جلال. طبعا. طيب دي الشخصية الأولى. الشخصية الثانية كابتن ادم السلحدار الله يرحمه، الله يا اخي انت هتوجع قلبنا على الاخر، ده الناس دي ليها الاثنين فضل دول عليا يا كابتن. حبايبنا. ادهم كمان طبعا انا اتمرنت مع كابتن ادم سنتين في امبي، والله. واحد من الشخصيات النضيفه جدا يعني. انا فاكر له جمله دايما كان يجي يهزر معايا يقولها لي، لما كنت اهزر معاه يضحك يقول لي ارجع بالزمن دقيقه كاني ما قلتش حاجه. والله العظيم انا دايما بقولها لاصحابي بهزر عشان افتكروا بيها. ده جميل. ف ادهم السلحدار. يعني ربنا يرحمه. طيب انا هقول لك وجه ثلاث رسائل. طب خليني اختار كمان واحد، ثلاثة، اختار عشان انا أربعة الثلاثه خمسة. دول بالنسبه لي يلا اوكي. احمد رفعت الله يرحمه، الله عليك يا عشان أخي. الثلاثه دول كانوا قريبين مني جدا، انا كنت بحبهم جدا. كنت مع رفعت قبل وفاته؟ كابتن انا ورفعت في معسكر في البطوله العربيه، كنا قاعدين شهر مع بعض، كنا قاعدين ضحك وهزار، وانا قاعد بالبيجامه هو يفضل يتريق عليا ونضحك ونهزر. بعد الأزمة ما ربنا منع عليه شوية اللي خف فيهم. كنت قريب لا ما منه؟ عرفناش لا كنت بطمن عليه دايما وبتواصل، بس ما عرفناش حد يشوفه خالص، لان هو كان بيقفلوا عليه اكتر لا يعني. رحت زرته في المستشفى. لا حضرتك رحت المستشفى، رحت انا بتكلم المستشفى لما انا رجع كمان ما عرفناش لا حد. رحنا المستشفى انا ربنا يرحمه يا رب. مصطفى وقعدنا شويه، وكان يوميها الازمه، كانت والدته زعلانه جدا الازمه، انه كان سياده الوزير اتصور معاه وعايز يطمن الناس، فحصلت ازمه ساعتها. عايز تقول ايه لاحمد رفعت الله يرحمه؟ ربنا يرحمه. انا عايز اقول له انت وحشني وعمري ما هنساك يا عميد. ربنا يرحمه يا رب. عميد هو كان دايما يحبني اقول له يا عميد، انا والله، وعماد السيد في انبي كنا بنقولوش غير يا عميد. والله العظيم. والله ربنا ربنا يرحمه، يرحمه يا رب. ربنا يرحم الثلاثة يا رب.